طيب عندنا برضو ذكرى تانية وهي بنتكلم عن 30 يونيو، هذه الذكرى أو ذكرى الثورة الشعبية اللي كلنا بنفخر بيها واللي كان ليها كتير من الإنجازات يعني اللي تالتها. كل سنة احنا بنحتفل، ولكن السنة دي بقى هنروح نشوف مهرجان رياضي نظمته وزارة الشباب والرياضة فين؟ في العاصمة الإدارية بمناسبة ثورة 30/6. شارك فيها بقى مين؟ الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية ستريت ووك آرت، وكان كمان بحضور عدد كبير جدا من نجوم الرياضة. بس قبل ما نروح نشوف التقرير، أنا عايز أعلق على حاجة لو تتفق معايا. فكرة إن أنت بتحيي ذكرى معينة، ولكن في اختيارك كمان للمكان هي طبعا. دي بقى النقطة، هي دي النقطة اللي احنا كل دي رسائل طبعا. فأنا بحب جدا كمان الرسائل الإن دايركت، لما أنت بس يستوعب الرسائل. لا بالظبط، أنت العاصمة الإدارية ده مشروع ضخم طبعا. فلما تيجي كمان أنت بتحتفل بهذه الذكرى هناك، فقد إيه أنت بتبرز برضو الشغل اللي بيتم على الأرض طبعا. فكل دي أعتقد رسائل محترمة. خلينا نروح نشوف جزء من هذا التقرير وهنرجع نكمل. حبيت لعبة ستريت ورك اوت، عمري فيها شهرين بالظبط تخت بالحضرتك، بس اتدربت تدريب مكثف. انا مواليد 63، يعني عندي 58 سنة، بس انا حبيت الرياضة. الرياضة بالذات يعني لازم اي حد يمارسها. عايز يلعب ستريت ورك اوت ما يروحش صالة حديد، جيم الحديد لا، جيم الحديد بيضخم العضلة، بتجل جسمك، ما بيخليكش تلعب على البار كويس. هي بتعتمد اصلا عليه نظام اكل معين عشان جسمك ما يبقاش تقيل، لان هي دايما بتعتمد على الجسم الخفيف. اما السويدي بيديك عضله ناشفه، بقوي اعصابك، تطلع تعمل عبارة اللي انت عايز تعمله. الواقع بتاع الحدث احنا عملناه في اكتر من محافظه، اعتقد ان هو يعني وصلنا به للمستوى الكبير جدا ان هو يتعمل في مكان عظيم زي ده، فان شاء الله يكون وقعه كمان على الافراد وعلى كل الناس في مصر وعلى كل الشباب اللي في مصر، وقعه كبير جدا وان شاء الله يعني بالتوفيق ليهم. فخور جدا بكل الحاجات الجميله اللي بنشوفها النهارده. عايز اتقدم بالشكر لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول له انا بشكرك، انت بتحب بلدك وبتحب مصر وبتعلم الناس ازاي تحب بلادها وازاي تعمل لصالح بلدها. انا بقول ان مصر بلد كبيره وهتفضل كبيره، وبقول لكل مصري وكل شباب مصر حافظوا على بلدكم، حافظوا عليها، حافظوا على كل حاجه جديده اتعملت فيها. اي واحد فينا لازم سلوكياتنا تتغير، لازم لما تشوف حاجه سلبيه صلحها بايديك. بشكر وزاره الشباب والرياضه على المجهود الكبير جدا اللي هي بتحاول تحافظ على شبابنا، وانا بقول للشباب مارس رياضه، يكون عندنا مكان او عندنا لجنه او قريه اولمبيه او مدينه رياضيه نقدر نشارك فيها. فانا بشكر الدوله وبشكر سياده الوزير عليها، وشرف لينا كرياضيين ان احنا نشارك في حاجه او حدث زي ده. في ناس كتير جدا عاوزه تشارك او تلعب كره قدم، فدي لما يكون عندنا ملاعب حتى لو مفتوحه او في الحدائق او متنزهات، دي حاجه اننا اشارك. انا من حق ان انا اشارك في رياضه، او السن الكبير او الاعمار الكبيره ان هي تشارك في الرياضه، فبالتالي يكون حدث كبير جدا وكلنا سعداء بيه. نحتفل بحاجه جديده اسمها الباتل النهارده في العاصمه الاداريه عشان نفرج الناس كلها الانجازات اللي حصلت في العاصمه الاداريه، واعتقد انها اخترنا العاصمه الاداريه بالاخص عشان تدي رساله للشباب انه اي حاجه ممكن الواحد يعملها، اي تحدي ممكن الواحد يقوم بيه، فكان العاصمه الاداريه افضل مكان احنا نقوم بيه. اللي حصل من وزاره الشباب والرياضه ده حاجه غير مسبقه، احنا في فتره وجيزه جدا عملنا بطولتين عالم في مصر، ما كانش ده هيحصل لولا بدعم وزاره الشباب، ولولا انه اتجاه الدوله كله انه يدعم الشباب ويدعم الرياضه، وانه هم فاهمين في مثل كده انجليزي بيقول لك انه اليوث از ان ذا هارت اوف ديفلوبمنت، وانه الشباب هي في قلب النمو، فاحنا مع الشباب والرياضه في قلب الشباب. انا مبسوطه جدا ان انا موجوده في ايفنت زي ده ووسط ابطال زي دول، بجد فعلا اللعبه انترستنج جدا، ومبسوطه جدا ومستمتعه وانا بتفرج عليهم، وحاسه فرحه ان في شباب زي دول دلوقتي في طاقته بيطلعوا طاقتهم في اللعبه زي دي، فانا مبسوطه جدا جدا وبتشرف ان انا موجوده في يوم زي ده. The
انت عارف برجع كده يعني ما باجي افتكر ايام المدرسه. الجامعه بصراحه ما كانش فيها نشاط رياضي بشكل كبير، بس المدرسه مثلا كان حصه البي اي دي ما ينفعش حد يدخل يقعد، كنا لازم بالاجبار كلنا بنمارس نوع من انواع الرياضه. كان في كذا حاجه، كان في جيم، وكان في ناس بتلعب كره قدم، وكان في باسكتبول، وكان في فولي بول. يعني كان لازم غصب عننا واحنا صغيرين المدرسه بتبقى مهتمه ان احنا كلنا نمارس رياضه. انا ما اعرفش الوضع دلوقتي ايه طبعا، بس الاهتمام بالرياضه كمان للنش اعتقد هيبقى لايف ستايل لما يكبروا، مش مثلا حد وصل ل 40 او 30 وبيبتدي يفكر، دي هتبقى صعبه قوي بتهيألي. يعني لو الوضع دلوقتي كان او بقى نص ما كان عليه الايام اللي انت بتتكلمي عليها كانت حاجات كتير قوي هتفرق. كان زمان كان في كمان الحفلات المدرسيه بجد بتشوف من خلالها كميات وافره من المواهب والناس اللي هم انا كنت على طول بمثل على فكره فيها. لا بس بجد الكلام ده مظبوط، لازم الاهتمام بالرياضه من النشء ده يخليك بعد كده يعني خلاص هيبقى لايف ستايل مش هتعرف ان انت تتنازل عنه، خصوصا ان انت بتتكلم كمان دلوقتي ان بقى في اتجاه يعني دولي لده، او بقى في اتجاه كمان في الداخل هنا رئاسيا لده. فاعتقد دي نقطه مهمه. لكن هرجع اقول لك ليه انا بتكلم في النقطه دي يا كريم، لان بيجي لنا كتير قوي على السوشيال ميديا على صفحات ولينكات البرنامج بيتكلموا قد ايه هم نفسهم يمارسوا رياضه لكن مش عارفين. الموضوع في الاول وفي الاخر إرادة. لما كنا بيبقى معانا اي ضيف من الضيوف المتخصصين في يعني التغذيه او المجال الرياضي كان بيتكلموا ان الاراده رقم واحد، لكن تصدقني بعد كده ممكن حياتنا فعلا تختلف. يا ريت فعلا نعمل ده. لو ما اهتمناش بالنشء ومال صناعه الابطال هتتحقق ازاي اصلا؟ وبعدين لو تلاحظي كده اي حد اي بطل في اي مجال رياضي في الدنيا غالبا لو سالتيه انت ابتديت تمارس الرياضه دي امتى هتسمعي بقى اجابات من عائله من وانا عندي 4 سنين، من وانا عندي 6 سنين. يعني كان في اهل واولياء امور ومدارس مهتمه بان هم مبدئيا كده يشوفوا مين عنده موهبه، واللي عنده موهبه ناخده وننميها ونطورها بالزبط. عشان في الاخر هو بيلعب باسم المدرسه وباسم المحافظه وفي نهايه المطاف باسم البلد كلها. انا اتفق معاك، ويمكن ده اللي كمان اثر على فكره هنا الاهتمام بمراكز الشباب اللي مش طبعا. بس حتى في القاهره وفي الجيزه وفي الاسكندريه اللي المحافظات الكبرى، لا احنا بنتكلم ان هي موجوده دلوقتي في محافظات مصر كلها مراكز الشباب. وعلشان كمان ما نتكلمش ان الرياضه لطبقه معينه طبعا. او لفئه معينه، لا الرياضه للجميع زي ما بيتقال مستواك المادي، حتى لو مستوى حدود جدا انت عندك دوله موفره لك ده. فلو الاهالي بس اهتمت بالنقطه دي اعتقد الموضوع هيختلف جدا. اهو مراكز الشباب دي لوحدها استني كده يعني ايه اتقالي تاخدي حاجه نظيفه. انا بقول لك اهو يعني في غضون سنوات قليله جدا هتبتدي تسمعي بقى عن ابطال جدد في رياضات مختلفه. صحيح جايين منها كلهم جايين من مراكز الشباب. يا ريت نسمع ده فعلا.